اليوم واحنا في فصل الصيف باش نحكي لكم على الوقاية من مضرة أشعة الشمس المفرطة. لابد تستعملوا واقي الشمس على حسب نوع البشرة، بشرة جافة أو دهنية، وكذلك عند الأطفال يختلف واقي الشمس. لابد نستعملوه 20 دقيقة قبل التعرض للشمس ونعودوه كل ساعتين. ومع استعمال واقي الشمس لابد نستعملوا لو شابو، لو بور دو شابو كذلك، وكذلك ما نقعدوش ولو حتى تحت الباراسول، راهو تجينا الشمس، لابد نتجنبوا الشمس بصفة نهائية. وكذلك يلزمنا امام حتى لا لوميير ديريكت نتاع البيسي ولا البورتابل كذلك راه يضر. هذاك علاش ميم لونتي سولير لازم نستعملوه ميم لو سوار، سورتو بور لي جون اللي يستعملوا البيسي برشا. فوالا، دونك هذا خاصة بالنسبة للناس اللي عندهم البشرة الفاتحة واللي عندهم البقوع البنية، لابد يتجنبوا الشمس بصفة كبيرة ياسر، على خاطر الشمس راهي تزيد تكثر من الأمراض الأورام.